يعني يمكن واضح جدا للقصي والداني الطفره اللي حصلت في مجال الطرق والكباري، وثوره يعني ثوره كبيره جدا في مجال تطوير الطرق والكباري شاهدناها خلال الفتره الاخيره، المشروع القومي لرصف الطرق، وبيبقى فيه طبعا متابعه دوريه من قبل الدوله عشان تشوف طبعا ما تم انجازه الفتره الاخيره وايه كمان اللي ناقص وايه اللي احنا محتاجينه عشان يستكمل في باقي محافظات الجمهوريه. عقد في هذا السياق عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل مختلف المحافظات، وقال أن الحكومة بتضع المشروع القومي لرصف الطرق المحلية على أجندة أولويات عملها خلال المرحلة الحالية من أجل رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية ذات الأولوية، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة لمواطني المحافظات المختلفة. وللمزيد من التفاصيل معنا دلوقتي على الهاتف الدكتور مظهر صالح أستاذ الكباري بكلية هندسة جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. طيب خلينا نتكلم بقى عن شبكات الطرق، شبكات الطرق في المحافظات، ايه التطوير اللي احنا محتاجينه في الفتره الحاليه؟ يمكن احنا الفتره الاخيره على مدار السنين اللي فاتت شهدنا تطوير في مختلف المحافظات، وايه اللي ناقص اللي احنا محتاجينه في مختلف المحافظات الثانيه، وازاي كمان تنفيذ هذه الشبكه شبكات طرق جديده بيصب بقوه نحو تحقيق تنميه اقتصاديه حقيقيه للبلاد؟ هو الحقيقه الحكومه بصدد القيام بمشروع قومي لتطوير الطرق وحل مشاكل المرور على مستوى الجمهوريه، ويمكن الحكومه بدات هذا التطوير بالمحافظات الكبيره زي محافظه القاهره مثلا ومحافظه اسكندريه. الحكومه بقى لها فتره شغاله في هذا التطوير كمثال لباقي المحافظات، وان كانت هذه المحافظات نتيجه للكثافه السكانيه العاليه فيها فهي قامت بالبدايه بهذه المحافظات، واحنا شفنا ده في تطوير منطقه مدينه نصر ومصر الجديده، دول يمكن كمثال واضح جدا لهذا المشروع بانشاء كباري عديده لحل الاختناقات المروريه في اماكن معينه، وانشاء طرق جديده وتطوير الطرق الحاليه، وبزياده عدد سعه الحارات المرورية المنتشرة في هذه الطرق، ودي يمكن ملموسة جدا في هذه المنطقتين كمثال للمشروع القومي للتطوير. لكن عايزين نقول ان المشروع ده هو مشروع كبير جدا يشمله جميع محافظات مصر، وعشان كده الاجتماع بتاع رئيس الوزراء امبارح كان بيتحدث عن البداية لانتقال هذا التطبيق في باقي المحافظات. طبعا اكيد الحكومة بتعمل اولويات للمحافظات دي اللي هي اكثر مشاكل فيها مروريه تبتدي بيها، وبعد كده ترتيبا بقى باقي المحافظات. لكن هذا المشروع القومي لابد ان احنا ننظر اليه بنظره شموليه للمشروع ككل، لان ده الحقيقه يعتبر من عناصر البنيه التحتيه او تطوير البنيه التحتيه للبلد. والبنيه التحتيه دي حاجه مهمه جدا لان دي اساس التنميه. يعني ما فيش دولة حصل عندها تنمية إلا عن طريق تطوير البنية التحتية للطرق. البنية التحتية هي أساس التنمية وتطويرها مهم زي ما حضرتك ذكرت. ما فيش أي مستثمر هيخش البلد إلا لو كان في بنية تحتية قوية. أهمية يا فندم بقى ربط المناطق بالطرق الحديثة، وفي نفس الوقت ايه البنية التحتية اللي احنا محتاجينها وخدمات بقى وسائل الامن والسلامة وما الى ذلك. البنية التحتية اساسا تتلخص في عناصر تطوير الطرق بزيادة اتساعها وزيادة وتطوير خدماتها على الطرق، سواء كانت طرق بين المحافظات او طرق داخلية داخل المحافظات. واحنا رأينا ده في الفترة الأخيرة من الجزء المنفذ من المشروع تطوير الطرق، والحقيقة يمكن احنا بنحس بالكلام ده جدا فعلا، لأن مثلا على سبيل المثال بعض الطرق بنلاقيها تطورت في فترة زمنية قليلة جدا،
يعني يمكن الكوبري بيستغرق مثلا شهرين في وقت قياسي، ولكن بتبقى بنفس الجودة في الحقيقة. يعني احنا لما كنا بنتابع المشاريع الأخيرة في سرعة في التنفيذ، ولكن في نفس الوقت الجودة والمواصفات مطابقة للمواصفات العالمية. يعني السرعة لا تخل أبدا بالجودة. لا لا لا، وبرضه لا ننسى أن خبرة الشركات المصرية القائمة على تنفيذ هذه المشروعات تطورت بنسبة كبيرة جدا نتيجة للمشاريع اللي اتعملت. يعني الشركات عملت مشاريع كتيرة جدا، فبقى عندها خبرة عالية في هذا المجال. وتوطين التكنولوجيا كمان يا دكتور. التكنولوجيا موجودة، والشركات بتاعت حل مشاكل الطرق وتطويرها، وبعدين هي مش كباري بس، لا تطوير الطريق نفسه والأنظمة المرورية المستجدة. يعني هو تطوير المنظومة المرورية دي تتلخص في ثلاث عناصر: عنصر البشر اللي هو قائد السيارة والمركبة والطريق. والحقيقة الحكومة ماشية في الثلاث اتجاهات ده في نفس الوقت، فاحنا نبتشر خير ان شاء الله ان شاء الله الفترة القادمة بحل هذه المشكلة جذريا. أنا بشكر حضرتك يا فندم دكتور مظهر صالح، أستاذ الكباري بكلية هندسة جامعة القاهرة. شكرا ليك يا فندم.